طب وامتى بقى حبيتوا بعض انتي والفنان الكبير حسن عفيفي؟ او ازاي يعني؟ يعني يعني في الفيلم ده كنتي معجبة بيه ولا لا؟ لا 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 خالص، ما كانش في حاجة، اصدقاء صحاب بس، لا ما كانش في ولا ده ولا ولا حتى غرام في الكرنك، ما كانش خالص. احنا كنت بشتغل في، كنا بنعرض في اسكندرية، وكنت في المعهد فنون مسرحية، فجاء وقت العرض ووقت امتحاناتي، فكنا بنعرض بالليل في مسرح محمد عبد الوهاب يمثل، نرقص الشوهات بتاعتنا دي، واخلص واركب القطر وانزل على مصر اروح على المعهد امتحن. كان امتحانات نظر يعني. فهو بقى كنت بصعب عليه، كان يجي معايا يوصلني المحطة، يجيب لي سندوتشات، يجيب لي شوكولاتة، يعني ايه ابتدت كده بس. وبعد كده بقى لقيته معجب وتقدم لك بشكل تقليدي تجوزيني. لا مش تقليدي، ده احنا اتخطبنا، جاب لي دبلة في عند باب المعهد ولبسالي. صوري، رحت لماما بقول لها اتخطبت، انا اتخطبت يا ماما. ايه ده؟ انت كلمتي اتخطبت يا ماما؟ ده لحد دلوقتي لو واحده عملت كده وقعتها مش فايته. والله العظيم جاب لي الدبل وجالي في المعهد، وانا خارجه من المعهد قال لي انا جبت الدبل. طيب يلا لبسنا، لبسنا الدبل فاتخطبنا. ماما حبيبتي بقى كده يعني زعقت لي شويه الاول، انت مالكيش اهل. ما تاخذينيش، عندها حق. يعني انا ما عنديش مشكله ان يبقى في مشاعر حب وبعد كده، انما تدخلي لهم لابسه الدبله. والله كده كده، وحياه ربنا ان انا لبست الدبله ولا في كرسي ولا في كوشه ولا في حاجه على السلالم بتاعه المعهد. بس عملتوا فرح؟ حاجه ما حدش يعرفها على فكره دي، يعني دي جديده ما حدش قلتهاش يعني قبل كده. بعد كده خلاص عملت فرح، راحت اقدم لها بقى. ما هو لا، ما راح لها بقى ولا مد تقدم بقى، وقلت له هو كويس ومحترم، وكان بقى هو خريج كليه علوم. كانت ماما اهم حاجه لازم الشهاده العاليه، لازم يكون معاه شهاده عاليه. حسن كان خريج كليه علوم، وقلت له امتدت رحله عمر جميله. وكانت بقى قعدنا كام سنه، حوالي تقريبا 50 سنة جواز. ربنا يرحمه. كان فنان مشهور من أشهر من صمم الرقصات، واللي يفتكروا فوازير شريهان ونيلي كان لازم يشوفوا في لقطة من اللقطات أو في رقص من الرقصات هتلاقوا حسن عفيفي موجود، لأن هو أصلا اللي مصمم كل الخطوات، بس كان بيطل إطلالة كده خفيفة ولطيفة. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.